السلام عليكم، ازيك يا تقني؟ انت وهو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التليفون اللي قلب موازين السوق المصري كله. حديث السوشيال ميديا على كل البلاتفورمز للسوشيال ميديا ما بقاش موجود غير بوكو فون اف 1، التليفون المجنون من شاومي. الناس زعلانه وفي ناس فرحانه. في الفيديو ده هنعرف انطباعات الناس عن الجهاز وانطباعات انا شخصيا. التليفون انا نزلت قعدت ساعتين في ستور شاومي لان التليفون ما وصلنيش، ولكن نزلت قعدت ساعتين في تليفون في ستور شاومي. بصراحه تبت وجلست وكنت تنح جدا عشان اجرب التليفون واقول لكم عن انطباعي، ان انا كاند يوزر عادي نزلت عشان اشوف التليفون اللي نازل سب براند من شاومي. ففعلا اول ما نزلت ومسكت التليفون هقول لك على انطباعاتي اول ما مسكته. غير رجل كتير، يلا بينا نبتدي. معكم محمد طايل من ريفيو ستور. اولا عايز اوضح للناس اللي ما تعرفش ايه هو بوكو فون اف 1 ده. شاومي عملت سب براند اسمه بوكو فون، والموديل ذات نفسه اسمه اف 1. نفس الحركه اللي اتعملت هواوي، نزلت اونر هي شركه سب براند ليها في السوق المصري، فشاومي قالت لك لا والله ما انا كمان ساكته، ده انا لازم انا كمان انزل ليا سب براند راح اتعامله ومفتكسه بسب براند تاني اسمه بوكو فون، وسمت الموديل بتاعه اف 1 ونازله تقتل بيه كل الفلاج شيب، وبتقول على نفسها فلاج شيب كيلر. اول حاجه انا اول ما نزلت من هنا ورحت عشان امسك البوكو فون اف 1، نزلت ودخلت ستور شاومي ورحت ماسك الجهاز. اول ما مسكت الجهاز البوكو فون اف 1، واختصارا للاسم هنقول بوكو اف 1، اتصدمت. اول ما هتمسك الجهاز هتحس فعلا في نقطه التصميم ان هو تصميم مش بريميوم خالص. التصميم عباره عن حاجه من البلاستيك محطوطه في ايدك كده، يعني احساس مش بريميوم خالص. ده الناس اللي بيهمها نقطه الاحساس ونقطه الفيلينج اتجاه المشاعر بقى والماتيريال والحته دي كلها، لا تليفون مش هيحسسك ابدا ان هو غالي، ولا شايل تليفون ب 6000 جنيه نهائيا. من الاخر كده هتحس ان انت شايل تليفون ب 3000 جنيه اللي هو الريدمي اس 2، لكن مش تليفون خالص ب 6000 جنيه. دي حته الماتيريال. لكن بالنسبه لي انا شخصيا الموضوع ما بيفرقش معايا، يعني سواء انا كنت بمسك تليفونات فيها ازاز او تليفونات معدن او تليفونات بلاستيك كده، انا وانا قاعد في البيت ممكن مش في كل الاوقات اشيل الكفر بس وامسك الجهاز واحس بالماتيريال بتاعه، لكن طول ما انا بره وفي حياتي العمليه طبيعي بحط كفر او بحط سكن. فنقطه الماتيريال ما كانتش النقطه اللي هتخليني ما اشتريش الجهاز. لا، انا مش من الناس اللي بتدور على الماتيريال بتاعت الجهاز، طالما انا ببص القيمه مقابل سعر وبشوف الامكانيات اللي مديها لي فخلاص نقطه الماتيريال هي ما بتكونش عامل ليا. لا، انا مش بطبل. لو رجعتوا الفيديوهات اللي قبل كده كلها اللي هتلاقوها على القناه دايما بذكر الحته دي مع اي جهاز براجعه، نقطه الماتيريال بالنسبه لي انا ما بتفرقش كتير طول ما شايف التليفون مازال بيديني قيمه مقابل سعر. تاني حاجه جت في قدامي كده اول ما مسكت التليفون بعد بقى التصميم وبعد الصدمه اللي انا خدتها، او انا كنت عارف بس يعني قشطه ما عنديش اي مشاكل. تاني حاجة أنا خدتها في وشي هي الشاشة. الشاشة جاية بنوتش فعلا كبير مش صغير، وجاية فيها حافة تحت. الشاشة ألوانها كانت كويسة، ولكن مش زي شاشات السوبر أمولد طبعا أو شاشات الأوليد نهائيا. هي شاشة كويسة جدا، زوايا الرؤية بتاعتها لو ميلتها اتجاه اليمين أو الشمال هتديك إلى حد ما لون رمادي شوية، فده طبيعي طبعا عشان بحكم ان هي شاشه LCD IPS مش شاشات امولود او اوليد او سوبر امولود حتى. فالموضوع هنا كان كويس. الشاشه ما عنديش فيها تعليقات سلبيه. اضاءتها طبعا في اضاءه الميستور قويه، بس لاحظت ان انا لازم اعلي الاضاءه على الاخر، فطبيعي برضو ان انت تحت اشعه الشمس هتضطر ان انت تلجا تعلي الاضاءه شويه على الاخر. ثالث نقطه حابب اتكلم معاكم فيها هي نقطه الاداء. بالنسبة للأداء هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 845، رامات 6 جيجا و64 جيجا ذاكرة داخلية، أو في منه نسخة تانية اللي هي 128 جيجا. طيب أنا أول ما مسكت الجهاز أنا تنحت زي ما أنا قلت لكم في بداية الفيديو، كنت تنح جدا. قعدت أبعت تطبيقات من عندي وشرقت وظبطت الدنيا وبدأت أمسك شوية ألعاب زي اللي أنتم بتشوفوها معايا في الريفيوهات كده اللي أنا بعملها على طول، وبدأت ألعب على الجهاز. الجهاز أداؤه كويس جدا والجهاز أداؤه جبار، فأنا طبيعي مش محتاج إن أنا أتكلم على ده، بس حابب أتكلم على نقطة معينة إن الجهاز
اول ما انت هتيجي تقول له افتح تطبيق، الجهاز هيفتح معاك تطبيق بدون اي يعني مناقشه، ولا هيناقشك ولا هيحس ان في لاج. جهاز فعلا بجد كويس جدا، وطبيعي ان احنا هنجربه اكتر ونحطه تحت ضغط اكبر ونقول لكم راينا. بس مبدئيا الجهاز بصراحه وانا ماسكه في ايدي طياره، مش جهاز، لا ده طياره. رابع نقطه حابب اتكلم معاكم فيها هي الكاميرات. انا مسكت كده وجربت صور سريعه بصراحه، ومش هقدر ان انا احكم على الكاميرات عشان اكون منصف. من خلال تجربة سريعة كده، خلال يوم لازم يقعد معايا واصور بيه زرع، واصور بيه اشجار، واصور بيه بني ادمين وحيوانات، واصور بيه جماد، واقدر اقول لك دايناميك رينج بقى والوان وحاجات كتيرة جدا جدا لازم اعملها عشان اقدر احكم على الكاميرات بشكل كويس وعشان ما اظلمهاش. ولكن اوفر اول من خلال تجربتي السريعة ان التليفون، عشان اريحكم من الاخر، هو كاميرا نوت 5 دي. من الاخر هو نفس الكاميرا اللي موجوده في النوت 5 دي، انا شايفها بالنسبه لي الى حد ما، ده رايي انا الشخصي، نفس كاميرا النوت 5، وهي طبعا كاميرا كويسه جدا، لكن مش كاميرا طبعا بتضاهي الاجهزه اللي هي الفلاج شيب. مش هاجي اقول لك مثلا الكاميرا تفوق النوت 5 النوت 9، لا، هي الاداء يفوق نوت 9 ويقدر يوصل له كمان، لكن ان الكاميرا تفوق نوت 9 لا، الموضوع ده استحالة طبعا بحكم الفئة السعرية بتاعته. لكن خلينا برضو ما نتسرعش، وخلوني يمكن رأيي ده يتغير في الريفيو الكامل. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان مراجعة البوكوفون تنزل لك اول ما انزلها على القناة وتظهر لك، فلازم تفعل الجرس. بالنسبة بقى لاخر حاجة خالص حابب اتكلم معاكم فيها قبل ما انهي الفيديو، الناس اللي زعلانة من تسعير الجهاز. سعر الجهاز $300، يعني حوالي 5400 جنيه مصري، نزل هنا ب 6400، يعني نزل حوالي فرق 1000 جنيه. طيب في سببين الوكيل لجئ ليهم ان هو يقدر يعمل التسعير ده. اول سبب ان الجهاز اصلا في الفئه السعريه دي 6000 جنيه، مفيش اي جهاز في اي فئه سعريه 6000 جنيه يقدر يديك نفس المواصفات اللي هيقدمها لك ونفس الخلطه اللي هتقدمها لك البوكو اف 1. فبالتالي الوكيل قال لك لما يتسعر ب 6000 جنيه الناس برضه هتقبل على شراءه، لان الفئه السعريه دي ما فيهاش تليفونات في 6000 جنيه. وصراحه حقيقه شاومي ان هم كانوا عندهم دقه جدا في موضوع الماركت سيرفي، وقدروا ان هم فعلا يحطوا الجهاز في حته ما فيش فيهم منافس اللي هي شريحه ال 6000 جنيه. طب تاني سبب انا عايز اوضحه للوكيل، ومش تطبيق خالص، انا كنت مختلف معاهم كتير جدا في فيديوهات كتير، ولكن احنا بس يعني بننصف شويه الموضوع. يا جماعه ال 1000 جنيه دي الوكيل بالنسبه له البوكو ده جديد، ما يعرفش ايه العيوب بتاعته، وطبيعي ان هو في الفئه دي مش عامل لك جهاز مثلا ب 10 او 12000 جنيه عشان يكون جهاز من غير عيوب. طبيعي ان هو قد يكون يظهر فيه عيوب الوكيل مش عارفها، هو مضطر قدامك انت كمستهلك وكمستخدم، وداخل حمايه المستهلك في مصر ان هو لازم يحل لك كل مشاكلك طالما ان انت داخل فتره الضمان. فهو بيعمل ال 1000 جنيه دي عشان يبقى في السيف سايد كده، في مكان امن، يبقى في المنطقه كده الامنه بتاعتنا، فعشان لو ظهر فيه مشاكل يقدر الوكيل يعوضك عن اي مشكله تحصل في الجهاز. ممكن بعد كده سعره يقل، او الاجهزه اللي تيجي بعد كده من البوكو يعني فوق اف 1 اي موديل تاني يجي من شركه بوكو، فيبدا ان هو يظبط السعر بقى خلاص، ان هو اطمن ان البرودكت ده مر باختبارات كويسه جدا، مر ان هو مش هيكون فيه عيوب تصنيع كتيره. فهو لا، من حقه ان هو كان لازم يعمل فرق ال 1000 جنيه دي عشان يطمن. وطبعا احنا اول صفحه اللهم لك الحمد كنا مسربين اسعار الشاومي، فدي طبعا كانت حاجه كويسه جدا. ولكن اللي زعلني في الموضوع ده ان في بعض الصفحات التقنيه اللي خدت الموضوع وتداولته، وصفحات كبيره وصفحات لشخصيات اصلا معروفه، وما ذكروش خالص اسم الصفحه. عادي مفيش مشاكل، احنا برضو مكملين بدعمكم انتوا، فيعني ادعمونا بقى وما تصغرناش. بس كده اشوفكم ان شاء الله في مراجعه البوكو الاف 1، تنساش اللايك وسبسكرايب طبعا وتفعل الجرس. معكم محمد طايل من ريفيو ستور، دمتم في رعايه الله، سلام عليكم.